بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الدايريه. هو موضوع كبير بس انا حاولت يعني الخصه كده حاجه سريعه، تنشيط للذهن، نعرف ايه الكوز اوف دايريه اللي ممكن وايه البرزنتيشن ممكن يجي بيها العيان. تمام. دايريه ديفينيشن، دايريه كان بي ديفايند از انكريز ان فلويديتي فريكوانسي اند فوليوم اوف ديلي ستول اوت بوت. ديلي ستول اوت بوت يوجوالي انكريز اوفر 200 جرام بير داي، نتيجة لانكريز الفلويد او الوتر ان ستول المفروض يكون الكونتنت من 60 ل 75%، هو بيزيد عن كده. ده نتيجة الباثوجينيس اللي هيأثر بعد كده في السكريشن او في المال ابزوربشن، فيزود لي الفلويد في الستول وهيزود لي الفوليوم بتاعها. الباثوفيسيولوجي في دايريا عشان نفهم منه ازاي بعد كده الاسباب اللي هنقولها بسبب الدايريا، في فور ميجور كوزز. تمام. في اول حاجه الاوزموتيك دايريه. اوزموتيك دايريه يعني مال ابزوربشن، في بورلي ابزوربل اوزموتيكالي اكتيف سوليوتس ان جات ليومن، دي هتنزل في الاستول وبتسبب بالتالي هتسبب لي الدايريه. تمام. سكريتوري دايريه دي الكوز اللي هتاثر على اللي هتاثر على الانتستينال ابزوربشن، وهتاثر على هتزود الكلورايد والووتر سكريشن اوف انتستين، وبالتالي هتقلل الابزوربشن اوف صوديوم ووتر. تمام. اكزيوديشن دي في حالات الانفلاميشن، بيحصل اكزيوديشن البلاد والميوكاس والبروتين فروم سايت اوف اكتيف انفلاميشن انتو ليومن باول. رابع حاجه في الابنورمال انتستينال موتيلتي، في حاجات هتزود او هتقلل الموتيلتي. اول حاجه الاوزموتيك دياريه، قلنا اوزموتيك دياريه يعني مال ابزوربشن. زي ايه؟ اول حاجه الكربوهيدرات مال ابزوربشن، زي الدايسكرايد ديفيشنسي ان سمول انتستين، زي اللاكتوز او اللي هي اللاكتوز انتوليرانس. او تاني حاجه في زي الانجيشن اوف مانيتول او سوربيتول، زي الصودا والشيوين جام او اللاكتيولوس سيرابي، العين بياخدوا لاكزاتيف. تمام. تاني حاجه بعد كده جنرال مال ابزوربشن، زي السيلياك ديزيز والتروبيكال سبرو، ده انفكشن بيأثر على الانتستينال ميكوزا وبيقلل مال ابزوربشن اوفات وبايل اسيدز وكربوهيدرات، او لو في بوست راديشن او بوست سكيموكلايتس، او البيشنت اللي بياخدوا مغنيسيوم كوتينيك انتاسيدز او صوديوم فوسفيت او صوديوم سلفيت. الاوزموتيك دياريا دي ايه الحاجه الكاركتر ليها؟ ان هي ستوب ذا وين ذا بيشنت فاست، طول ما العيان ما بياخدش الحاجه اللي هتسبب الدياريا دي هتوقف. في حاجه تانية، حاجه اسمها الاوزموتيك جاب، وده بيعتمد على الفرق ما بين المواد المذابه في الستول فلويد والستول. تمام. الفرق ما بينهم، الفرق ده لو زاد عن 100 يبقى ده هايلي سيجنيفيكانت دي اوزموتيك دياريا، لو قل عن 50 ده سكريتوري. تمام. في بعد كده في حاجه، في ناس بتستخدم اللي هو الستول بي اتش، ممكن ده يساعدني في الدياجنوزز، زي مثلا كربوهيدرات ان ستول بتعمل اسيدك بي اتش. تاني ميكانيزم في او تاني حاجه في الباثوفيسيولوجي اوف دايريا، في سكريتوري دايريا. سكريتوري دايريا دي يعني لارج فوليوم دايريا، اكتر من 1 لتر بير داي. ده انكريز، ده نتيجه لانكريز السكريشن اوف فلويد اكروس انتستينال ميكوزا، وبالتالي هيقلل لي برضو الابزوربشن اوف ووتر وصوديوم. دي بتبقى في السمول انتستي، برضو سمول انتستينال ليجن. ايه الكوزس؟ في زي البكتيريا اللي بتاثر بالانتيروتوكسين، بتاثر على بتزود السكريشن وبتقلل الابزوربشن، اللي هو الستاف اوريوس والفيبريو كوليرا والباسيلا سيرس. في تاني حاجه زي التيومر، زي الفايبوما، في ده بنكرياتيك اوريجن، في الكالسيتونين في حاله الثايرويد كارسينوما، في السيروتونين، وفي بروستاجراندين في حالات الليمفوما. في بعد كده الجاستريك هايبر سكريشن، زي زولينجال ايرسون سندروم او الجاسترينوما، في الشورت باول سندروم والبيزوفيلك لوكيميا. في زي اللاكسيتيف، زي السينا والكاستر اويل، والحاجات بعد كده بتاثر على البايل سولت ابزوربشن، زي التيرمينال ايليال ديزيز والبايل داكت اوبستراكشن. في برضه حاجات بتقلل فاتي اسيد سكريشن، زي البنكرياتيك انسفيشنسي وسمول انتستينال ميكوزال ديزيز. كلينيكالي زي ما احنا قلنا، دي لارج فوليوم دايري اكتر من 1 لتر بير دي. الستول بيبقى ووتر ان كاركتر ان كونسيستنسي، وستول دازنت كونتين بلاد اور ميوكس، والدايريه دي ما بتوقفش حتى لو البيشنت كان فاستنج. احنا قلنا في الاوزموتيك بتوقف مع الفاستنج، دي ما بتوقفش وما فيش اوزموتيك جاب او بيبقى قليل.
تالت حاجة في الباصو فيسيولوجي اوف دايريا في الاكزيوتيف دايريا او دي مع الانفلاماتوري كوزز زي الانفلاماتوري باول ديزيز اشهر حاجة، او انفكشوس فروم انفيسيف اورجانيزم زي الشيجيلا والسالمونيلا كامبيلو باكتر، في ممكن تكون اسكيميك فاسكولايتس او ابسس فورميشن، وبتبقى ويز ulcerative سيرفيس زي الدايفيرتيكولايتس والانفكتد كارسينوما. رابع حاجة في الباثو فيسيولوجي قلنا اللي هو الموتيليتي ديس اوردر. موتيليتي ديس اوردر ممكن يكون increase في الموتيليتي اوف سمول انتستين زي الهايبر ثايرويديزم والكارسينويد والدامبنج سيندروم. لما بيحصل increase in motility دي هتقلل ال time of contact between الكايم او اللي هو الفود والانتستين، وبالتالي هتقلل absorption بتعمل secretory diarrhea. دامبنج سيندروم ده بيحصل بعد البوست جاستريكتومي. تمام، ثاني حاجة decrease in motility of small intestine، فكرتها ان هي لما بتقلل motility بتزود لي colonization of small intestine by chronic type bacteria، ودي هتعمل لي يعني هتقلل بعد كده البكتيريا دي هتأثر على الابزوربشن، هتقلل الابزوربشن اوفات والكربوهيدرات والبايل اسيدز زي في حالات الدايابيتس لما بيعمل دايابيتك نيوروباثي، او في حالات الهايبوثايروديزم او سكليروديرما او امايلودوزز. تالت حاجه في انكريز الكرونيك موتيليتي في حالات الاريتابل باول سندروم. رابع حاجه لقينا سفنكتر ديس فانكشن، ودي بتبقى اكتر يعني اكتر ان هي فيكال انكونتيننس اكتر منها دايريه، بس البيشنت بيجي بيقول انا عندي دايريه. دي بتبقى اكتر حاجه بص سيرجيكال ستيت او نتيجه نيوروماسكولار ديزيز او سكارين. نيجي بعد كده اكوردنج للهيستوري هنقسم الدايريه لاكيوت وبرزيستنت وكرونيك. اكيوت دايريه دي اكيوت دايريه اللي هي ذات بيرزيست ليس ذان 2 ويكس. بيرزيستنت دايريا دي بتكون اقل من 4 اسابيع. الكرونيك دايريا دي اكتر من 4 اسابيع. اول حاجه الاكيوت دايريا. الاكيوت دايريا دي الموست كومن كوز ليها هو الانفكشن زي ايه، زي الفود بويزنينج. تمام، الفود بويزنينج ده الفود بويزنينج بيسببه البكتيريال توكسين، لكن بكتيريال ريبليكيشن نوت نيسيسري. تمام، ده بيكون اكيوت اونست شورت ديوريشن وكير ان سمول ويل ديفايند ابيديميكس زي الستاف اوريوس، بيسببه ستاف اوريوس باسيلا سيروس وكوليستريديوم بوتيوريوم. الحاجات بعد كده اللي بتسبب اكيوت دايريه وبتعتمد على البكتيريال مالتيبليكيشن بنقسمها لنون انفلاماتوري وانفلاماتوري دايريه. نون انفلاماتوري دايريه دي يوجوالي بتبقى سيلف ليميتد ووتري نون بلادي كوزد باي نون انفيسيف بكتيريا او فيروس. تمام، البيشنت هيجي بنوزيا فوميتنج وبيري امبوليكال بين، مفيش لا فيفر ولا بلاد ولا ميوكاس فيها. تمام، ممكن تؤدي سفير ديهايدريشن زي في حالات الكوليرا، او عين اليونج ايج، او عين قصدي الاولد ايج او الاطفال زي ايه مثلا، زي الفيرال نور فيروس وروتا فيروس، بكتيريا زي ستاف اوريوس وباسيلا سيروس والانتيروتوكسوجينيك ايكولاي وفيبريو كوليرا، بارازيتك زي الاكيوت جارديا لامبليا او الكريبتوسبوريديوم. الكريبتوسبوريديوم دي اكتر بتبقى في حالات الامينو كومبرمايزد بيشنت. الفانجل زي الكانيدا برضو في الامينو كومبرمايزد بيشنت. دراجز زي العين اللي بياخدوا لاكستيف ابيوز، الانتيبيوتكس اللي هي بتعمل سودوم برينوس كولايتس او البي بي اي او الانتاسيدز. بعد كده ممكن اذر كوز زي الفود الرجي والدايفيرتيكولايتس. تاني حاجة انفلاماتوري. انفلاماتوري دي هتبقى تعمل انفيجن للانتستينال ميكوزا، فالان هيجي فيفر وبلادي دايريا تنسمس ايرجنسي. تمام، ايه الاكزامبلز عليها؟ فيرال زي السيتوميجال فيروس ده بيبقى في الاميونو كومبرايزد بيشنت اكتر، بروتوزوال زي في الانتاميبا هيستروتيكا، بكتيريال زي في الانتيرو هيموراجيك ايكولاي، كوليستريديوم ديفيسيل، شيجيلا وسالمونيلا، كلاميديا ويرسينيا انتيروكولايتس. تمام، يبقى احنا كده قلنا الاكيوت دايريا، قلنا الفود بويزنينج واللي بيعمل بكتيريا ريبليكيشن قسمناها نون انفلاماتوري انفلاماتوري. نون انفلاماتوري العين هيجي بري امبلايكال بين، نوزيا وفوميتنج، مفيش فيفر مفيش بلط. انما انفلاماتوري العين هيجي فيفر، هيجي بتينيزموس وايرجنسي. طيب في بعد كده حاجه اسمها ترافلر دايريا. دي دايريا ديفلوبينج انفيديوال ديورينج اور جاست افتر ترافلينج، دي مصري بتبقى انفكشوس. ايه اكتر اورجانيزم بيسببها؟ اللي هو الانتيرو توكسوجينيك ايكولاي. في حاجه تانية ممكن تعملها زي السالمونيلا والجيارديا والاميبا.
دي بتبقى برضو يعني متبقاش سيفير دايريا، وبعد كده جاست ندي انتبيوتيك او بنعمل ممكن عن يمشي سيمتوماتيك تريتمنت. احنا كده خلصنا الاكيوت دايريا. في عندنا بعد كده قلنا تاني حاجه في الكرونيك دايريا، ودي هتبقى بيرزيستنت اكتر من 4 ويكس. تمام، يبقى ات مينز دايريا ذات بيرزيست فور فور ذان 4 ويكس. بنقسمها الكوز بتاعتها او ممكن تيجي في ثلاث صور، يا اما ووتري ودي انكلود اوزموتيك او سكريتوري، انفلاماتوري ذات انكلود بلودي دايريا واستياتوري اند فاتي دايريا. الووتري احنا قلنا فيه اوزموتيك وسكريتوري. الاوزموتيك دايريا زي الحاجات اللي قلناها في الباص فيسيولوجي تقريبا. الاوزموتيك دايريا قلنا اهم حاجه المال ابزوربشن اللي هو اللاكتوز مال ابزوربشن او فركتوز او السيلياك ديزيز. في بعد كده البيشنت هم اللاكزيتيف ابيوز او المغنيسيوم انتيك. سكريتوري دايريا في عندنا اسباب الانتستاينال لينفوما او البايل اسيد مال ابزوربشن، او العيانين اللي هم بيجوا بوست اوبرتيف دايريا زي في حاله الكوليسيستكتومي ده نتيجه البايل سولت مال ابزوربشن. في الجاستريكتومي قلنا زي اللي هو الدامبنج سندروم، او الفاجوتومي او اليوكوليك ريسكشن. برضو من ضمن السكريتوري انفلاماتوري باول ديزيز، ودي بيوجوالي بتبقى بلادي او اندوكراين كوزز زي الهايبر ثايرويدزم، ان هي ممكن ان هي بتزود الانستاينال موتيليتي او الثايرويد كارسنوما دي، ودي زي ما قلنا هي بتطلع الهرمون الكالسيتونين. وفي الجاسترينوما والفايبوما، وفي حالات بعد كده الدايفيرتيكولايتس والايدز. تاني حاجة في الانفلاماتوري ذات انكلود بلادي دايريا، اهم سبب او اشهر سبب اللي هو انفلاماتوري باول ديزيز. في بعد كده بانفكشوال زي الكلوستريديم ديفيسيل او سودوم برينوس كولايتس، التيوبركلوزس، سايتوميجالو فيروس والهيربس سيمبلكس فيروس، دول بيجوا اكتر في الاميونوكومبرومايز بيشنت، الاميوبايسز والسترونج لودوزس برضو دي في الاميونوكومبرومايز بيشنت اكتر. في بعد كده الاسكيميك كولايتس وراديشن كولايتس. المالجنس طبعا زي الكولون كانسر، ده هيجي بلادي دايريا موستلي، والليمفوما واسكيميك برضو هيجي بلادي دايريا. استياتوريا او فاتي دايريا في اسباب ليها اللي هي جاستريك باي باس، ويبل ديزيز ده بكتيريال ديزيز، ده بتاثر بيجي العيان بابدومينال بين ودايريا، وبرده بيجي معاه بنيورولوجيكال سيمتومز، وده بيحتاج لونج تريتمنت بانتيبيوتيك ممكن توصل لحد سنه. في بعد كده شورت باول سندروم، العيان عاملين ريسكشن كل سايت من الانتستين عاملين ريسكشن بيأثر على ابزوربشن لحاجه معينه. في بعد كده البنكرياتيك انسفشنسي في حالات الكرونيك بنكرياتايتس. في السيلياكس برو نون فيزيف سمول باول انفيجن زي ايه، زي الكرونيك جيورديزس دي خاصه في الاطفال لو الاكيوت ما تعالجتش ممكن بقى يجي بسياتوريه او فاتي دايريا. والبكتيريال اوفر جروث زي ما قلنا في حالات الديكريس في الانتستاينال موتيليتي والتروبيكال سبرو. اذر كوز اوف كرونيك دايريا دايابيتس، قلنا بيعمل دايابيتيك نيوروباثي والاديسون والثايرويد ديسفانكشن دراجز. العيين اللي بيستخدموا اكتر بتبقى مع الكرونيك يوز بي بي اي ونون سترويدال كولشيسين وميتفورمين، عشان كده لازم نركز على الدراج هيستوري مهم. بريزيستنت دايريا اللي هي اقل من 4 اسابيع واكتر من اسبوعين، دي يوجوالي بتبقى بعد كده هتقلب كرونيك دايريا. زي ايه الكوز بتاعتها؟ في سمول باول ديس اوردر، بكتيريا اوفر جروث، لاكتوز انتوليرانس، الاي بي دي، بنكرياتيك انسفشنسي ودراجز. طيب لما تجيلي بقى حاله دايريا هنقول كده ايه الحاجات اللي بسال عليها في الهيستوري والاكزامينشن، اعملها دايجنوز ازاي بسرعه. الهيستوري اهم حاجه عندي طبعا، اول حاجه الانست والكرسي والديوريشن عشان اعرف دي اكيوت ولا كرونيك دايريا. ريليشن تو ميلز، هل بيحصل اجريفيشن للدايريا بعد الميل زي في حالات الكربوهيدرات مال ابزوربشن؟ هل في اذر سيمتومز مع الدايريا دي تعمل لي ليدنج لكوز معين اللي هو اثر على السيستميك ديزيز ده كله جاي لي بدايريا بعد كده، زي يعني ايه الهايبر ثايرويدزم،
لو العين جايب ويت لوس او هيت انتوليرانس، الدايبيتك، العين دايبيتك مثلا قلنا زي فلوبل ديزيز، فيه بيبقى معاه نيوزيكال سيمتومز، حاجات اللي هتعمل لي ان انا اقدر بعد كده ادور على الكوز ايه. ترافلنج ابرود عشان الترافلنج دايريه، ودراج هيستوري اللي احنا لسه قايلين في دراجز ممكن تعمل كرونيك دايريه او اكيوت. بعد كده البيشنت لما اساله على الكاركتر بتاع الدايريه، لارج ووتري دايريه، دي موستلي دي سمول انتستاينال ليجن. تمام، لو هي سمول كوانتيتي اوف ستول، لو في ميوكس فريكوينتلي، بدي ديسندنج كولون او ريكتوم. بلاد ان ستول دي مع انفلاماتوري كوزنز، انفلاماتوري باول ديزيز او فاسكولار. لو انفكشوس زي الحاجات اللي قلناها بتعمل بادي دايريه، اللي هو الكلوسريديم ديفيسيل والسيتوميجالو، في بعد كده في اول نيو بلاستيك ليجن طبعا كانسر كولون. تمام، زي ما قلنا دايريه ستوبز ويز فاستنج دي اوزموتيك دايريه. الدايت لو في دايت زي في العيانين اللي هم اللاكتوز انتوليرانس او العيانين اللي هم سيليك ديزيز، الجلوتين، حاجات الدايت اللي هو بيحتوي على جلوتين واكتر مع دايريه، دي برضو ممكن تساعدني في التشخيص بعد كده. النوكتورنال دايريه دي تصحى العين من النوم، او دي مع اورجانيك كوز، ودي اكتر حاجه بتسببها الدايابيتس واللينفوما. بعد كده بالفيزيكال اكزامينيشن هعمل اول حاجه ابص عليها في العين الجايه دايريه، الجنرال كونديشن بتاعته ايه، اخبارها، هل في ساينز اوف دي هايدريشن، هل في فيفر، او هل في ساينز اوف توكسيستي، العيان ده محتاج ان هو يتعمل له ادميشن ياخد اي في فلويدز، العيان ده لا حالته كويسه ما فيش فيفر، يونج ايج، ممكن ياخد سيمتوماتيك تريتمنت او حتى انتيبيوتيك امبيريكال في البيت ويروح. هعمل برضه سيستميك اكزامينيشن، هل في حاجه تدل لي على في كوز اوف دايريه، هل في مثلا جويتر، حاسس في ابدومينال ماس، اي حاجه تساعدني في التشخيص. بالنسبه بعد كده الانفستيجيشن، اهم حاجه هو الستول اناليسيس، ده اهم حاجه. تمام، ستول اناليسيس فيه كذا حاجه بركز عليها، في بريزنس اوف وايت بلاد سيلز يبقى بعدها ده انفلاماتوري، ده انفلاماتوري باول ديزيز، قلنا في حالات الانفكشوس التوبركلوز سايتوميجالو كلوسريديم ديفيسيل. هل العيان ده فيه اوكلت او جروس بلود؟ اهم حاجه طبعا نيوبلاستيك ليجن او انفلاماتوري باول ديزيز. بعد كده هشوف لو فيه بكتيريا او بارازيتك اورجانيزم، عشان كده لازم تكون عينه الستول دي فريش في خلال نص ساعه. هل في بالمايكرو تحت الميكروسكوب الستول ده ريتش ان فات مع حالات البنكرياتيك انسفشنسي، هل في بعد كده فينو في السنامين ده اكتر بيبقى مع اللكزاتيف ابيوز. تاني حاجه بقى السيجمودوسك بالكرونوسكوبي، ده بيبقى اكتر في حالات الكرونيك دايريه، ده مش قادر اوصلها للتشخيص، او ان هي لازم اعمل كونفرميشن ببايوبسي. سيجمودوسكوبي ده هيلبفول في حالات البلادي دايريه او الانفلاماتوري باول ديزيز، خايف ان انا اعمل فول كولونوسكوبي، خايف ريسك اوف بيرفوريشن، او في حالات السودوم برينوس كولايتس او اللاكتيف ابيوز، عشان بس اشوف الميلانوزيس كولاي، ده بيبقى حاجه كاركترستيك لاكتيف ابيوز. في بعد كده اذر تيست اللي هو راديولوجيكال ستاديز زي الباريوم في الثرو، عشان انا اشوف لو في ستريكشر او ماسز، يعني مستخدمش دلوقتي كتير. في بعد كده اذر سبيشاليز تيست لكل حاجه، احنا قلنا اللي فات مثلا في باكت انسفشنسي سيلياك ديزيز، هعمل اللي هو الاميونوجلوبولين اي ترانسجلوتامينيز، او ان انا هعمل اوبر اندوسكوبي واخد ديونال بايوبسي عشان اشوف الفيلس اتروفي. بعد كده مثلا في الزوريكال ايرسن سندروم هشوف السيرم جاسترين ليفل، هعمل ثايرويد فانكشن لو انا شاكل في ثايرويد ثايرويد ديسفانكشن، لو في جويتر مثلا هشوف ده، لو في ثايرويد كارسينوما هعمل سونار، يعني اي يعني لو في اذر سيمبتومز انا هقدر ان انا او في شاكك في حاجه وهعمل لها تيست معين ليه. اخر حاجه بعد كده التريتمنت، تريتمنت في اكيوت دايريا المايلد، احنا قلنا المايلد كيسز مفيش ساينز اوف ديهايدريشن، العين مفهوش فيفر، العيان جنرالي ويل ستيبل،
ده يعني نيد نو هايدريشن خلاص، ده ممكن يمشي سيمبتوماتيك تريتمنت وخلاص، ياخد بس اديكويت فلويد انتيك، خليه يشرب ميه كويس، ممكن ادي محلول جفاف، هخليه ياخد ايج دايجستد فود زي البنانه الرايس والسوبس. بعد كده افويد الفاتي فودز والميلك، وممكن تي از الاو. الريهايدريشن البيشنت بيحتاج من 50 ل 200 مللي بير كي جي بير داي. في حالات المايت تو مودريت ديهايدريشن ممكن اخد اورال فلويد سفيشنت، ان انا بدي اللي هو لو ميه او ان انا بدي محلول جفاف، بس الاكتر اللي هو محلول الجفاف تمام، وهحسب على حسب الوزن هديله. وبعد كل موشن يعني بعد كل مره الدائريه المفروض العيان بياخد اللي هو الاورال فلويدز دي عشان تعود فقد الميه اللي فقده ده تمام. لو حاله سيفير دي هايدريشن او العيان اولد ايج، الافضل ان هو بيتعمل هوسبيتال ادميشن وبياخد اي في فلويد. الانتي دايريال ميديكيشن دي حاجات سيمتوماتيك عشان تقلل شويه الفريكوينسي اوف دايريا، زي الابيويد دريفاتيفز زي اللوبرامايد، وده بيستخدم بيقلل الانتستاينال موتيليتي. بيتاخد 4 جرام في الاول، وبعد كده بيتاخد 2 جرام على بعد كل موشن، ماكسيموم 16. البيزموث ده يعني هو دلوقتي مش موجود في السوق، ده بيتاخد اكتر مع الترافلر دايريا وكمان كبروفيلاكسز في الترافلنج دايريا، ده بيزود الابزوربشن. او ان انا ممكن اعمل ابزورب زي السيميكتا الحمضيه دي عشان تعمل لي تزود شويه تعمل لي سوليد ستول، لكن دي مش ده مش علاج، مش هيأثر لي بعد كل ده مش علاج، ده بس ايه بحاول اقل شويه الفريكونسي. طيب امتى ادي امبيريك انتيبيوتيك؟ لحد لما يظهر الكالتشر للستول ده. لو انا عملت ستول اناليسز وكان الفيكال ليكوسيتيك كاونت بوزيتيف، يعني ده معناه ده انفكشوس او انفكشوس ديزيز. لو الفيفر اكتر من 38.5 او في بلادي دايريه، لو في ساينز اوف سيفير ديهايدريشن، لو العين ده امينو كومبرمايزد، ساعتها هبدا امبيريكال انتيبيوتيك. الامبيريكال انتيبيوتيك اللي هو الفيرست لاين بالنسبه لي هو الكينولون، يعني سيبر فلوكساسين 500 او نور فلوكساسين 400 او اوفلوكساسين 400 كل 12 لمده من 5 ل 7 ايام. او ممكن ادي ريفاكسامين 200 مللي جرام كل 8 ساعات لمده 3 ايام. في كان زمان بيدي دوكس سايكل 100 مللي جرام كل 12 ساعه لمده 7 ايام، بس دلوقتي ما حدش بيستخدمه، كله بيستخدم اللي هو الكينولون او ريفاكسامين. تمام، هنراجع كده الاكيوت دايريه بسرعه. انا من الهيستوري عرفت ان ده اكيوت دايريه اقل من اسبوعين، ما في نو فيفر او سيستميك سيمبتومز، خلاص هعالج البيشن ده سيمبتوماتيك، هقول له هعمل له فلويد ريبليسمنت كويس، هقول له يشرب ميه كويس، ممكن ادي حاجات سيمبتوماتيك زي قلنا الليبرامايد او الابزوربنت زي السيميكتا، وهيظبط الاكل بتاعه. طيب لو في فيفر او سيستميك سيمبتومز، هعمل المفروض ان انا هعمل ستول اناليسز واشوف لو في ليكوسيتيك كاونت او ار بي سيز، او لو في الاوفا او البارازايت. لو نيجاتيف هدي سيمبتوماتيك، لو بوزيتيف همشي على حسب اللي هو الكوز اللي انا لقيته عندي في الستول اناليسيس. تمام، ممكن ابدا من الاول امبيريكال زي ما قلنا بالكينولون او الريفاكسيمين. التريتمنت اوف كرونيك دايريا ده بيزد على حسب الاتيولوجي والباثو فيسيولوجي اوف ذا ديزيز. تمام، في ممكن اعمل ترايل ان انا لو انا مش قادر اوصل لتشخيص او لغايه لما اوصل تشخيص، ممكن اعمل لو انا شاكك ان ده العيان لاكتوز او جلوتين من هيستوري بتاع لاكتوز او جلوتين انتولرنس، ممكن اعمل ريستريكشن للحاجه دي، او ممكن ادي ان انا ممكن ادي بنكرياتيك انزيمز، ممكن ادي مترونيدازول في حالات ان هو لو شاكك ان ده عيان ماشي على انتيبيوتيك، شاكك ان ده سودوم برينوس كولايتس، ادي ترايل مترونيدازول. ممكن ادي انتيبيركلوس لو انا مش موصلتش لتشخيص، او الاندوميسيسين عشان اقلل بس الايموشن دي. دراجز اللي بستخدمها برضو في حالات الكرونيك دايريا زي الاكتريوتايد، او اللي هو اللي بنستخدمه ساندوستاتين في حالات الفايبوما، او الكارسينويد. الدوز بتاعته بتبقى من 50 او 250 مايك تمام بير داي كل 8 ساعات.
في بعد كده البايل اسيد بايل سولت بايندر زي الكوليستيرامين، تمام. ده في حالات اللي هو الدايريه ناتجه من الانتستاينال ريستكشن او الاليال ديزيز. يبقى الكرونيك دايريه اول حاجه هاخد هيستوري، الايج هيهمني، الديوريشن، الفود، في فاميلي هيستوري، تمام. هل في هيستوري اوف ترافل ابرود. هشوف الفيزيكال اكزامينشن جنرال، الاي سكن، الابدومين، الانوريكتال، هل في انوريكتال مالفورميشن. بعد كده هبدا اشوف الكاركتر بتاعت الدائره دي ايه. لو فاتي هعمل اكسكلوجن للاناتوميك ديفكت شورت باول سندروم، تمام. هشوف لو في هيستوري اوف راديوجرافي، ممكن اعمل سيجمندوسكوبي او كولونوسكوبي واخد بايوبسي. اكسكلود بعد كده البنكرياتيك انسفيشنسي عن طريق ان انا بعمل ستول كيموتريبسين ليفل، لو قليل لو بوزيتيف يعني قليل يبقى ده كونفيرم بنكرياتيك انسفيشنسي، تمام. نيجاتيف هدور على الاذر كوزز اللي احنا قلناها بتعمل فاتي دايريه. بعد كده لو هو انفلاماتوري بلادي دايريه هعمل ستول اناليسيز، لو بوزيتيف فور لو بوزيتيف فور بلود او في ليكوسيتيك وايت بلود سيلز، تمام. هعمل فيك الكالبروتكتين ده كونفيرم انفلاماتوري باول ديزيز، تمام. لو نو هدور على الاذر كوز اللي هو زي ما قلنا في التيوبيركلوس والسيتومجالو، هعمل مثلا اللي هو التوكسين ليفل، هشوف لو في انكلوجن بودي في الكولونوسكوبي والبايوبسي، زي ما قلنا الاسكيميك والراديشن. لازم طبعا هعمل كولونوسكوبي او عشان اشوف لو هو ده فيه كولون كانسر او لينفوما اخد منها بايوبسي. طيب لو هو ووتري النيتشر، انا ووتري قلنا فيه اوزموتيك وفي سكريتوري تايب. الاوزموتيك هعمل ان انا هخلي العيان يصوم، لو الدايريه وقفت بالفاستنج يبقى دي اوزموتيك دايريه، تمام. فاستنج امبروف، تمام. هشوف الدايت هيستوري بتاعه، لو هو في شك ان هو لاكتوز انتولرنس هعمل اللي هو البريس هيدروجين تيست، لو بوزيتيف يبقى ده كونفيرم اللاكتوز انتولرنس. دازنت امبروف هشوف اذر كوز اوف اوزموتيك دايريه اللي احنا قلناها. طيب لو الاوزموتيك جاب قليل اللي هو سكريتوري هعمل ستول اناليسيس عشان لو فيش اشوف لو في ستول اوفا او بارازيتيك انفستيشن، زي مثلا الكرونيك جارديزيس. هشوف لو في هعمل بعد كده سيجمودوسكوبي وكولونوسكوبي، هشوف اللي هو اذر يعني سبيشاليز تيست زي الهرمون سيكريتين تيومرز بلود تيست ليها، هعمل بعد كده ثايرويد فانكشن، هشوف لو في اي هرمون ديزيز اشك فيه اشوف الليفل بتاعها. النورمال بقى خلاص ما فيش الاوزموت الجاب لو كان نورمال، وده ممكن يكون الريتابل باول سندروم. هعمل دايت موديفيكيشن للريتابل باول، خلي العيان يمشي على دايت كده اشوف امبروف، لان همنع عنه الحاجات اللي المفروض نسمع على الريتابل باول سندروم. لو هو امبروف تمام موت امبروف هشوف بقى كده في سيليا، هعمل حاجات للسيلياك ديزيز زي اللي هو الاميونوجلوبين ايه تيشو ترانس جلوتامينيز، او ان انا هاخد يودينال بايوبسي، تمام. بس ثانك يو.